في عالم الموضة وتنسيق الثياب كثيراً ما يتحدث الجميع عن النساء، لكن ماذا عن تنسيق ثياب الرجال؟ اليوم حديثنا سيكون حول موضة الرجال فيما يخص الملابس الكلاسيكية تحديداً المناسبة للعمل والاجتماعات الرسمية أو المناسبات العائلية. للحديث حول ذلك نستضيف معنا علي حمو المتخصص بالموضة وينضم لنا من فرنسا عبر السكايب، نرحب به سوية، أهلاً وسهلاً بك معنا. علي هل تسمعنا؟ يبدو. مرحبا. نعم. أهلا وسهلا بك علي، يعني أخبرنا بداية ما هي أبرز المعايير التي يجب أن نراعيها عند اختيار الملابس الكلاسيكية الخاصة بالرجال تحديدا؟ أولا مرحبا، مساء الخير، حابب أتشكر قناة الحوار على استضافتها لإلي، وأنا جداً جداً سعيد بظهوري معكم بالبرنامج. أهلاً فيك. أهلاً فيكي. طبعاً المعايير الأساسية لاختيار أي أطلالة دائماً يجب أولاً الأخذ بعين الاعتبار اختيار المقاس الصحيح. دائماً عند اختيار أي أطلالة سواء كانت رسمية أم كلاسيكية يجب دائماً الانتباه للمقاس من ناحية طول البنطلون أو مقاس الخصر أو حتى المقاس الكتف للجاكيت، لأنه في الآخر رح تعطينا نتيجة جدا جدا رائعة لو انتبهنا على هل الموضوع. فأول خطوة لازم نتبعها هي أنه تكون اختيار المقاس الصحيح. نعم، طب خبرنا كيف ممكن ننسق الملابس الكلاسيكية اللي خاصة مثلا بالعمل أو الاجتماعات الرسمية، يعني من ناحية الألوان، التصميم، يعني التفاصيل الخاصة بهذه الملابس وما إلى ذلك. نعم، بالبداية أنا رح أقسم الموضوع لقسمين لحتى يكون بشكل جدا واضح. مثل ما تحدثت بالبداية، أولا بس لنخلص من مرحلة اختيار المقاس الصحيح، هون للإطلالات الكلاسيكية تحديداً ما فينا كثير نتجرأ بالألوان، لأنه الإطلالات الكلاسيكية الألوان تبعيتها محدودة نوعاً ما، يعني ما فينا نروح كثير من ناحية الألوان لألوان جداً صاخبة وقوية. من الأفضل اختيار دائماً الألوان الترابية الخفيفة للإطلالات الكلاسيكية، بينما الإطلالات الرسمية يعني هي غنية عن التعريف بألوانها الأسود، الأبيض، الرمادي الداكن والكحلي. نعم، طيب علي لو نحكي شوي عن الأحزمة والأحذية يعني الخاصة بهي الملابس تحديدا الكلاسيكية، كيف ممكن يختارها الرجل؟ طبعا هناك كثير مجموعة كثير كبيرة للأحذية وللأحزمة أيضا الكلاسيكية. الجلد طبعا بالالوان البني والاسود يعتبروا جدا جدا كلاسيكيين، بينما للاحذيه طبعا الاحذيه المصنوعه من الجلد والشاموا هو الحل الانسب للاطلاله الكلاسيكيه. بالنسبه للاحذيه هل مثلا في شكل معين، مثلا في احذيه برباط، احذيه من غير رباط، مثلا اللي برباط هل بتناسب الملابس الكلاسيكيه ولا لا؟ بالفعل الحل الانسب هو اختيار الاحذيه مع الأربطة، لأنه تعطينا طابع كلاسيكي أكثر، وتحديداً في نوع من الأحذية اسمه الديربي هو جداً جداً كلاسيكي. نعم، طيب أنا حابة نحكي عن مثال واحد يعني مع الحزام ومع الحذاء كألوان حتى وتناسقها، شو ممكن تخبرنا عليه؟ طبعاً هناك يعني القاعدة المعروفة أنه إذا بدنا نلبس حزام أسود يجب أنه ننسق عليه أيضاً حزام أسود. حذاء أسود تقصد؟ نعم، هاي طبعاً القاعدة المعروفة، ولكن مش غلط أبداً إنه نغير شوي بالألوان. مثلاً اختيار اللون البني على الأسود هو لون جيد جداً واختيار جداً جداً صعب. بعتقد بعض الرجال ما بيتجرأوا يعملوا مزيج بين الأسود والبني، ولكن مزيج هاللونين مع بعض جميل جدا وبيعطي اطلاله جدا جدا كلاسيكيه من ناحيه الاحذيه والاحزمه.
نعم، طب من المعروف عادة يعني الصورة النمطية للملابس الكلاسيكية الرسمية إنها لون واحد، يعني بيكون في بدلة، الجاكيت على لون البنطلون، القميص يعني بيختلف لونه بشكل قليل، مثلا حتى الجرافتة عادة الرجال بيختاروها نفس لون الجاكيت والبنطلون مثلا، لكن هل ممكن يعني يصير في تباين لوني بالملابس الكلاسيكية، مثلا يكون لون الجاكيت مختلف عن لون البنطلون ومع ذلك تعطي طابع رسمي؟ بالفعل بالفعل التنويع بين الالوان هو امر جدا جدا مهم وضروري، ولكن لا يزيد عن 3 الوان بكل اطلاله. نعم، مثلا لو بدنا نختار اطلاله كلاسيكيه للعمل، ممكن نختار بليزر جاكيت بليزر مع قميص مع بنطلون جينز داكن يكون ساده. طبعا بهالامر بيكون نحن عندنا اطلاله كلاسيكيه جيده. نعم، طب شو هي الألوان اللي يجب تجنبها تماماً فيما يخص الملابس الرسمية؟ يعني مثل ما ذكرت مسبقاً، أول ما نحن نذكر أمامنا إطلالة رسمية أو كلاسيكية رح يخطر فوراً أمامنا الألوان الهادية اللي منها صاخبة، يعني كل الألوان الترابية الخفيفة هي مناسبة جداً للإطلالة الكلاسيكية، بينما مثلاً الألوان الجداً جداً صاخبة يعني ما رح اتقبل انا اشوف اطلاله كلاسيكيه باللون الاصفر الصاخب جدا. نعم، هذا امر خاطئ جدا، يعني لازم او يعني لازم نربط الكلمه الكلاسيكيه بالشيء النظري اللي احنا عم نشوفه، لازم نكون عم نرتدي لون غير مؤذي للعين، يكون مريح جدا للعين. نعم، يعني اخيرا بنتشكرك لوجودك معنا ولكل هالمعلومات القيمه. علي حمو من فرنسا، شكرا كثير لك. شكرا 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 جزيلا.